بس هنخش في المباراة وفي الأجواء. إزاي الأهلي عارف يعمل الحالة دي يا كابتن؟ أنت واصلة لحضرتك إنه الأهلي النهاردة بطولة الدوري خلصانة بقى لها شهر، بس الناس كلها في البيوت قاعدة تستنى الاحتفالية وتستنى المباراة ومن بعدها الاحتفالية. بص، هي النهاردة حلوة كمان، يعني لأنها في الملعب ومع الجمهور وبشكل حلو ومتحضر لها ومتجهز لها عكس سنين اللي فاتت كتير يعني. أوكي، وده العالم كله بيعمل كده يعني، بيروح يحتفل بالبطولة مع الجمهور بشكل، بس يبقى فيه حاجة نظامية، حاجة حضارية بالشكل ده يعني. لكن جمهور الأهلي هو شخصية وثقافة مختلفة تماما عن بقية الأندية اللي في العالم حتى يعني. ناس تنتقدك، ناس تبقى معاك، ناس، لكن هو كده يعني، الجينات بتاعته كده يعني، التفكير بتاعه كده، الرؤية بتاعته كده يعني، عايز دايما بكرة النهاردة هيصنع وضحكنا وفرحنا الصبح. بتبدأ حالة الانتقاد الإيجابي على فكرة. هو الانتقاد ده ممكن يبقى سلبي جدا. يعني كونك ان انت بتنتقد بشكل فيه تجاوزات بتبقى صعبه، بتبقى نفسيا بتبقى مش لطيفه يعني. تمام، الاهلي لا، الاهلي بيقف معاك وجمهوره بيساندك والناس بتروح لك الاستاد والناس بتجي لك، وحتى على السوشيال ميديا ما بقت انت عالم جمهور بتعيشه. باين. ايوه عالم بتعيشه. فالنهارده حاجه حلوه، حاله حلوه. الناس رغم ان انت كسبان 3-0، لكن الناس ما بتتكلمش على 3-0 سوره الماتش مثلا. ايوه، الناس بتتكلم على الاحتفاليه وبتتكلم على المباراه وبتتكلم على مردودها. ايوه تمام، وبعد المباراه مباشره تبص تلاقي يتكلم على مباراه الزمالك. ايوه، والسوبر الافريقي، مين هيلعب ومين مش هيلعب، وهنقابل مين ازاي، وهكذا. طبع بتاع الجمهور، طبع وعيله يعني. انا دايما كنت بقول الاهلي عامل زي العزايزه، عارف العزايزه؟ يعني بتكلم جد والله. العيله اللي ليها كبير، العيله اللي ليها كبير، واللي الناس الشعبيه او الناس، اسف، المصريين القدماء، رغم ان ما كانش فيه تعليم ومفيش مدارس اصلا في 1700 و1800. ده انا اكتشفت حاجه مهمه جدا. تعرف الشهادات الميلاد من 1845 بس. جات لي حاجه كده من حوالي اسبوع ولا حاجه. والله رحت دار المحفوظات في القلعه وحياه ربنا وشفت شويه حاجات على، والله العظيم تاريخيا انا بتبسط جدا من الحاجات اللي زي كده. تعرف كنت عايز اروح دار المحفوظات دي ليه؟ ناس جميله، انا بشكرهم والله. عايز تجيب شجره العيله تطلع على دار المحفوظات تلاقي. انا عملت كده والله العظيم. عملت كده. فانت بتروح بتلاقي من 1900 من 1845. عايز تجيب شجره العيله يا كابتن؟ معلش ايه؟ انت عايز تجيب شجره العيله؟ ما انت برضه المفروض تعرف يعني الاصول. انا قلت في ورث ولا حاجه. انا عايز اعرف ايه اللي بعد ده. أيوه. يعني انا عندي لحد الاسم الثامن. ايوه تمام، سيد محمد عبد الحفيظ متولي علي صبر. ايه اللي بعد صبر؟ مين اللي مش عارف؟ ايوه صدق والله العظيم انا برضه كده. ابراهيم محمد فايق، ابراهيم بدر، ابراهيم الغريب. عايز اعرف مين اللي قبل. في ناس تقول لك يعني مش واحنا رحنا ليه بعيد قوي كده؟ هيقول لك ليه؟ لا انا اتكلم غريب عموما. فخلاص كنت بتدور على الاصل. انتوا عايزين بعيد ليه يعني؟ هرجع تاني للاهلي. انت بتدور على الاصل. ايوه تمام. الاصل ده يعني اللي هو بيدي لك الحاجه مؤشر. لكن لو ما حافظتش على الموروثات وعلى المبادئ وعلى القيم وعلى الاصول اللي هي موجوده في الانسان نفسه، تبقى كارثه. صحيح. يعني الناس في الاهلي بتيجي تعلمك حاجه. بس انت كمان لازم انت شخصيتك تكون مناسبه للحاجه ديت. تمام. فالاهلي كده. اللي انت بكره، مستقبل، اللي جاي، اللي بعدك. انت كمان مش بتعملها لنفسك وخلاص يعني. صحيح. هو ليا، فاحمد يمشي، سيد يمشي، محمد يمشي، علي يمشي، دايما طوبة على طوبة. السيستم مكمل، الاسماء غير فيها زي ما انت عايز. زي ما انت عايز يعني. فالجينات اللي موجوده، اللي جايه، الدرع الاساسي اللي هو الجمهور، مخليه الموضوع ده مستمر. تمام، لان هو عامل ضغط على سواء كان المسؤولين او لعيبه او كده.